يا مساء الفل والجمال، واهلا وسهلا بكل مشاهدي ومتابعي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، واهلا بحضراتكم في هذه التغطيه الخاصه، تغطيه خاصه للقاء هام وحصري واستثنائي لاون تايم سبورتس بكل تاكيد، لان هذا اللقاء مع واحد من قيادات الكره الاسبانيه والاوروبيه والعالميه بكل تاكيد، فهو السيد خافيير تيباس رئيس رابطه الدوري الاسباني لا ليغا. الحقيقه الراجل كان متواجد في مصر على هامش يعني حضوره لربط الاجتماع السنوي لربطه الانديه العالميه بدعوه من رابطه الانديه المصريه المحترفه وبتنظيم مبهر كالعاده من المتحده للرياضه، فكان متواجد في مصر خلال اخر 48 ساعه، وكان موجود العديد من رؤساء الروابط العالميه بكل تاكيد زي الدوري الانجليزي والاسباني والايطالي. ولو نتكلم عن خافيير تيباس فهو الرجل الذي يقود الكره الاسبانيه والدوري الاسباني، واحد من اشهر واهم واقوى الدوريات بكل تاكيد على مستوى العالم. يكفي ان هذا الرجل بيتحكم في الكلاسيكو، الكلاسيكو المباراه الاشهر، مباراه ديربي الارض او كلاسيكو الأرض زي ما بيتقال عليها، الكلاسيكو الأشهر والأهم على مستوى العالم، الرجل الذي يطبق القواعد واللوائح. يكفينا علما أن برشلونة لما كان عنده مشاكل اقتصادية وفريق دلوقتي عنده مشاكل في قيد اللاعبين نظرا لقوة لوائح الدوري الأسباني. كان مهم جدا أن احنا نتقابل مع خافيير تيباس ونعمل هذا الحوار الخاص والحصري ونتكلم معاه في العديد من الملفات المختلفة. الحقيقة الدوري الأسباني واحد من الدوريات المهمة جدا اللي احنا لازم نتعلم ونستفيد منها، لأن ببساطة دوري في قوة تنافسية كبيرة جدا، فأنت عارف كويس جدا أن ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، فالنسيا، أشبيلية، كل الفرق بتتنافس بقوة وبقوة كبيرة جدا للفوز بهذا اللقب دائما وأبدا. مشاركات أوروبية متعددة سواء في دوري أبطال أوروبا أو في اليوروبا ليج أو حتى في كأس المؤتمر المستحدثة، فبالتالي احنا النهاردة بنتكلم عن دوري منتظم، دوري نقدر من خلال التعاون مع هذا الرجل ومع التعاون مع رابطة الدوري الأسباني إن إحنا نتعلم ونعرف إزاي الناس بتعمل دوري منتظم بكل تأكيد. خلينا نعرف أكتر من هو خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الأسباني بكل تأكيد. السيد خافيير تيباس هو رئيس رابطة الدوري الأسباني منذ إبريل 2013، تم انتخابه في إبريل 2013 للمرة الأولى رئيسا للرابطة. الفترة الحالية هي الولاية الرابعة له على التوالي، تم انتخابه سابقا نائبا لرئيس رابطة الدوري الأسباني في عامي 2001 و2003 وهو يمارس مهنة المحاماة منذ عام 1987. خبرات عريضة، خبرات كبيرة في إدارة يعني هذا المنصب الحساس جدا. لما بنتكلم على الدوري الأسباني بقوته بجماهيريته وانت بتتفرج على مباريات دائما وابدا يعني ما تبقاش عارف اولا نتائجها هتمشي ازاي، فتلاقي برشلونه بيخسر، ريال مدريد بيخسر بنتيجه كبيره، الكلاسيكو دائما وابدا مفتوح على كل الاحتمالات، الجماهير متواجده في كل المباريات، عندهم تطور غير عادي فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا، استخدموا الاي اي في فتره من الفترات عشان جداول المباريات وانتظامها، بيستخدموا التكنولوجي وانت بتتفرج على الماتش فبيقدروا يدوا للمشاهد خبرة مختلفة تماما واكسبيرينس مختلفة تماما. وانت بتتفرج على الماتش النهارده بتتفرج على الكاميرا، اولا الكاميرات التكتيكية بتوري لك شكل الملعب من فوق، بتشوف الاحصائيات الانستنت اللي بتطلع طول الوقت، فبتخلي دائما وابدا الهوية البصرية للدوري الاسباني مختلفة عن اي دوري تاني. احنا اتفرجنا السنة اللي فاتت في مباريات كتير في الوقت اللي كان بيحصل فيه الكولينج بريك كنا بنسمع تعليمات المدربين، لان الناس في الرابطة شافت ان ده بيكون شيء مهم جدا بالنسبة للجماهير ان هم يسمعوا تعليمات المدربين، فبالتالي يقدر يبيع الثواني دي للمعلنين، فبالتالي رابطة الدوري الأسباني عندها قدر كبير جدا من المعلنين من السبونسرز، بيتزايد طول الوقت عوائد اللي بتجيلهم من حقوق البث. فأنت النهاردة بتتكلم على دوري قوي جدا جدا اقتصاديا، جاذب بكل تأكيد لكل النجوم، وليه لأ وانت في وقت من الأوقات كنت بتشوف كلاسيكو الأرض في وجود كريستيانو رونالدو وفي وجود ليونيل ميسي. فحتى ما بعد حقبة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي الناس لسه مهتمة اهتمام شديد جدا جدا بالكلاسيكو، لان دلوقتي عندك كيليان امبابي، عندك برشلونة بشكل جديد عنده مجموعة كبيرة جدا من اللعيبة، فبالتالي دايما وابدا هيفضل كلاسيكو الارض محط هذا الاهتمام. الناس في الدوري الاسباني بيشوفوا ان الدوري بتاعهم براند، هم بيتعاملوا مع الموضوع انه مش بس هو انترتينمنت ومتعه للجماهير، هو كمان براند وبزنس، عندهم براند قوي جدا بيقدروا يحافظوا عليه ويعظموا من موارده، فبالتالي بيفضل بقوه كبيره جدا. عشان كده دائما وابدا هتلاقي الدوري الاسباني عنده ميزه كبيره جدا عن باقي الدوريات بكل تاكيد، وده الشغل اللي بتعمله رابطه الانديه هناك. يمكن رابطه الانديه في اسبانيا
مع حالة الاستقرار الكبيرة اللي موجودة منذ 2013 بعد أن تولى خافيير تيباس هذا الأمر، بدأت تعمل شغل كمان كبير جدا فيما يتعلق في كل شيء ليه علاقة بالحقوق. أنت النهاردة بتشوف السبونسرشيب اللي بتتعمل لكل الأندية قوية جدا، الناس بتاخد ملايين الملايين عشان تقدر تجيب لعيبة أقوى عشان يبقى عندها ميزات تنافسية أقوى. فما تستغربش إنك تلاقي أتلتيكو مدريد بيصرف كتير جدا الموسم ده لأن العوائد بتاعته عوائد كبيرة، فتلاقي التنافس موجود بين كل الفرق بل تأكيد، وده مفتوح للكور الفير تشانس والتنافسية كبيرة جدا فيما يتعلق حتى بالتكنولوجي زي ما قلنا، الجزء اللي متعلق بالحكام لأن في بعض الروابط مثلا الحكام بعيد عن الرابطة، لكن في الدوري الأسباني هم كمان بيعززوا من ده لما بيستخدموا التكنولوجيا خاصة فيما يتعلق بالفار وإعادات الفار بكل تأكيد. خلينا بقى نروح للأهم وهو الحوار الحصري والخاص لأون تايم سبورتس مع السيد خافيير تيباس، فخلينا نروح لهذا الحوار ونرجع تاني لحضراتكم. اهلا وسهلا بكل مشاهدي ومتابعي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان في هذا اللقاء الخاص والحصري والاستثنائي، لانه ببساطه مع واحد من الشخصيات الاستثنائيه والهامه جدا على الصعيد القيادي لكره القدم الاسبانيه والاوروبيه والدوليه بكل تاكيد، وعلى هامش الاجتماع السنوي لرابطه الانديه العالميه الذي ينظمه الشركه المتحده للرياضه بالتنسيق مع رابطه الانديه المصريه المحترفه. بينورنا السيد خافيير تيباس رئيس رابطه لا ليغا ورئيس رابطه الدوري الاسباني. سيد خافيير اهلا وسهلا بوجودك، سعداء جدا بوجودك معانا في البرنامج وسعداء اكتر بوجودك هنا في مصر، اهلا بحضرتك. Muchas gracias y más bien es para mí un honor estar en su medio y poder responder a las preguntas que ustedes hacen sobre el fútbol europeo, mundial, español, el que corresponda. في البدايه قبل ما نبدا حديثنا والحوار مع حضرتك، خلينا نوجه ان قلوبنا كلها مع الشعب الاسباني فيما يحدث في فالنسيا، نتمنى لكم ان شاء الله السلامه ونعزي انا حضراتكم فيما يحدث في فالنسيا والمدن الاسبانيه. Muchas gracias. بالتأكيد وجود حضرتك في اجتماع الروابط العالمية التي تنظمه مصر، هو انطباعك عن هذا الاجتماع وما هي الأهداف المرجو في تبادل الخبرات الخاصة ما بين روابط الأندية العالمية وخاصة الروابط المصرية خاصة مع وتبادل الخبرات مع رابطة الأندية المحترفة المصرية؟ es una la World League Forum es una asociación que nació no hace muchos años y todos los años este es el evento más importante de las ligas que son las competiciones esenciales en cada país, ¿no? Y son las competiciones profesionales, ¿no? Donde la élite del fútbol de todos los países, de cada país, enfrenta por conseguir sus campeonatos, ¿no? Por lo tanto, todas aquí las ligas de la mayoría de los países donde hay ligas profesionales organizadas procedemos a reunirnos, ¿no? Hay grandes ligas, muy conocidas, como la Premier League, nosotros, la Serie A italiana, pero también hay otras ligas que para nosotros son igual de importantes, porque sus países representan una fuerza importante, como la Liga de Egipto, como Corea, o incluso he visto que venía Camboya, ¿no? Por lo tanto, es un evento donde hay mucho intercambio de experiencia, mucho networking, y sobre todo intentar entre todos poder compartir experiencias y mejorar nuestras competiciones, ¿no? بكل تأكيد خاصة رابطة الدوري الأسباني بما لديها من خبرات عريضة، إيه الأوجه اللي ممكن يحصل فيها تعاون مع رابطة الأندية المصرية فيما يتعلق بورش العمل للمدربين أو فيما يتعلق بتنظيم المسابقات واللوائح؟ بنتكلم عن تنظيم الدوري الأسباني بما لديها من خبرات ونجاحات كبيرة بكل تأكيد. Yo diría que las cooperaciones en dos aspectos diferentes, ¿no? Uno lo que es el tema deportivo, que evidentemente la colaboración es con técnicos explicando cómo tiene que ser la estructura también de las competiciones deportivas de un país, no solo de la profesional, para intentar que los mejores jugadores, los mejores árbitros, los mejores entrenadores puedan llegar a esas categorías y subir el nivel del fútbol, ¿no? Y también está el aspecto de gestión de tanto audiovisual como interno de los clubes, ¿no? Nosotros le damos muchísima importancia a estos aspectos, ¿no? De una gestión ordenada de los clubes, unos clubes que sean sostenibles económicamente en el tiempo, un fair play financiero interesante y que tenemos en España, que nos hace ser una competición sostenible
que implica que sean más fuertes, que no dependamos de los gustos solamente de un propietario o del dinero que viene uno y pone, sino hay que intentar que todo sea una gran competición. Y también, entre otras cosas, la preocupación que debemos tener todas las ligas, cómo se retransmite el producto por televisión, ¿no? Los ingresos audiovisuales en muchas de las ligas, no en todas, pero son sus ingresos fundamentales de los clubes, ¿no? Por lo tanto, es muy importante eso que cuentas por televisión en directo, ¿no? Cuando están jugando los partidos, pues sea atractivo, los realizadores sean de gran calidad, el número de cámaras sea adecuada, el césped esté en el color adecuado, las gradas tengan ambiente, la publicidad esté ordenada, porque el activo es tan importante que tiene que funcionar muy bien para que tenga retorno a los clubes, y eso hará que tengamos mejores jugadores y mejores entrenadores. Eso permitirá que la estructura deportiva de la que hablábamos hace poco pueda mejorar, pueda crecer. Por lo tanto, es muy importante también ese aspecto. زي ما حضرتك وضحت ان كل الجوانب دي مهمه جدا لتطوير اللعبه بكل تاكيد، لكن لا ليجا بقوتها الاداريه كمان عندها قوه فنيه كبيره، هل وارد ان يحصل تعاون من رابطه لا ليجا او الدور الاكاديمي فيما يتعلق باكتشاف وتطوير المواهب المصريه او اكتشاف وتطوير المدربين عن طريق ورش عمل وتبادل المعسكرات، خاصه ان احنا نعلم والعالم كله يعلم قوه أكاديمية ريال مدريد، قوة أكاديمية برشلونة، لمسية بكل تأكيد، هل يتم نقل هذه الخبرات بالتعاون مع لا ليجا والأندية لنقلها إلى الأندية المصرية؟ No, sin duda, lo estamos haciendo con otros países desde hace tiempo, tanto países de Latinoamérica como países del entorno, ¿no? Tenemos un acuerdo con la Federación Iraquí de Fútbol. En ese sentido, en el mismo que usted me preguntaba, en el desarrollo del fútbol no profesional, sino de esas partes de abajo del fútbol para entrenamientos correctos, técnicas de entrenamiento, visualización de buenos jugadores. El técnico de la selección iraquí es un español, por ejemplo. Hay más técnicos viendo también por los clubes profesionales, estableciendo un sistema de trabajo para que puedan salir jugadores, porque muchas veces uno se da cuenta que en estos países donde falta mucho es una buena organización en la parte de abajo del fútbol, que es la que nutre al fútbol profesional, y ahí hay que preocuparse, tener paciencia, trabajarla para intentar que puedan llegar los jugadores. Pero primero hay que trabajarla, segunda, tener paciencia, y que tus compañeros de viaje, si es la liga o es otra competición, sean los más adecuados para conseguir los objetivos deportivos de nutrir de grandes jugadores y técnicos del fútbol profesional egipcio. فيما يتعلق بمصر، انتوا ليكم ممثل هنا من الليجا موجود في مصر، موجود في كتير من الدول الاخرى بانشطه مختلفه الحقيقه، انشطه بما فيها تبادل الخبرات مع صناع المحتوى المصريين للوصول لاكبر قدر من الجماهير، او انشطه مختلفه زي اهتمامكم بمصر، ده اعتقد بينعكس على رغبة الشعب المصري واهمية الجماهير وحب الجماهير الكبير للدوري الاسباني، خاصة ريال مدريد وبرشلونة اتلتيكو مدريد. هل ده نوع من انواع الاهتمام ان انتوا توصلوا اكتر للشعب المصري؟ Sí, bueno, nosotros llevamos con un delegado o delegada aquí en Egipto desde hace muchos años, por lo menos que yo recuerde 8 o 9 años, ¿no? Y el objetivo es estar cerca del fútbol egipcio, de sus fans, sobre todo también de sus fans, de los espectadores, de las instituciones del fútbol, con el objetivo de conocernos bien y poder intercambiar experiencias, ¿no? Nosotros, Egipto, para nosotros es uno de los lugares del mundo árabe que más fans tenemos y más seguidores, ¿no? Trabajamos mucho para que Madrid y Barcelona son muy conocidos ya, Atlético de Madrid también, pero para que el resto de clubes también sean conocidos, porque es muy importante la competición, ¿no? La liga es muy conocida porque hay 20 clubes compitiendo entre ellos, ¿no? Entre ellos los dos grandes clubes, Real Madrid y Barcelona, pero también hay más, Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla, y nosotros nos gusta que lleguen ese tipo de equipos, ¿no? De hecho, un gran jugador de Egipto, yo como fue Mido, jugó en el Celta, ¿no? Y entonces el Celta era más conocido en Egipto, ¿no? Eso es un trabajo global el que hacen estos delegados, y en la línea también de lo que me ha hecho la pregunta anterior, buscando esas colaboraciones, esas oportunidades para mejorar
el fútbol no solo queremos mejorar nosotros, sino también queremos en este país y donde queremos ayudar en lo que podamos con nuestras experiencias a que también pues el fútbol profesional egipcio crezca lo máximo posible. نأمل في تعاون أكبر. وخليني أقول لحضرتك إن بكل تأكيد إن الدين الأكبر في مصر سواء الأهلي أو الزمالك دايما بيرتبط كل مشجع بيقول أنا بشجع الأهلي أو الزمالك وبشجع ريال مدريد أو برشلونة. مؤخرا بقى في مشجعين مصريين لأتلتيكو مدريد والفالنسيا والأشبيلية، وكتير من الجماهير المصرية بتتعلق بشدة بالدوري الأسباني بكل أنديته، وده نجاح كبير ليكم في الوصول لكل الجماهير، ونجاح بكل تأكيد لممثلين لاليغا اللي موجودين هنا في مصر. Sí, no, nosotros en los seguimientos que hacemos de Egipto, el crecimiento de fans del fútbol español es increíble, es de los que llama la atención en nuestra estrategia cuando vemos, y luego ya no el crecimiento, sino la pasión que tienen por el fútbol y por el fútbol español. Aquí se conjuga mucho la afición y la pasión, son aficionados de mucha fuerza y de mucho sentimiento. فيما يتعلق بكرة القدم المصرية والإسبانية، كان من سنتين في لقاء ما بين الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية، وفي لقاء قد يكون محتمل في نهائي الإنتر كونتيننتال في حال عبور الأهلي مباراة نصف النهائي. إزاي شفت التنافسية بين الفرقتين؟ وهل وارد إن لاليغا يكون لها دور في عمل مباريات جماهيرية ما بين الأهلي وريال مدريد، برشلونة، الزمالك والفرق الكبيرة؟ خاصة إن الزمالك كان لاعب ضد أتلتيكو مدريد في مباراة المئوية من قبل في احتفاله ب 100 سنة. Habrá que ver el desempeño, ¿no? El fútbol egipcio ha crecido mucho a nivel de competitividad y estas competiciones sirven para que vean, ¿no? Luego ya los partidos amistosos dependen de los clubes bastante, pero bueno, nosotros intentamos que a lugares como Egipto vengan los grandes clubes y también los medianos clubes, porque sabemos que traer un partido de un club, ya no digo Real Madrid Barcelona, pues se moviliza el fútbol en Egipto por ese partido. No solo por el estadio en ese momento, sino los días de antes, los días después. Se respira fútbol español, se respira fútbol egipcio, se respira un fútbol diferente del que se va respirando durante la temporada. Entonces, nos gusta trabajar ese fútbol, ¿no? فيما يتعلق بكأس العالم للأندية، شايف ازاي النظام الجديد لكأس العالم للأندية اللي هيتم تنظيمه ان شاء الله في شهر 6/2025، وهل هو نظام فعلا مجدي للجماهير وللعيبة وللأندية على الصعيد التسويقي؟ Yo creo y soy bastante crítico porque está saturando el calendario. No solo satura el calendario de los jugadores de élite de Europa, ¿no? Porque esos jugadores juegan todo, la Champions, la selección, juegan todo y entonces están saturados física y mentalmente, ¿no? Pero también rompe el ecosistema del fútbol europeo y demás lugares del mundo, ¿no? Porque hay que pensar que otra competición nueva, ya tenemos una reforma de la Champions europea que hay más partidos, ya tenemos que en Europa ha habido unas competiciones de selecciones que se han convertido oficiales, ahora un mundial de clubes que nos quita, retrasamos final de temporada, hay que retrasar el principio de la, perdón, adelantamos, retrasamos el principio, comprime el calendario, y eso hace daño a todo el fútbol, ¿no? A todo el ecosistema del fútbol, ya no a los grandes de élite, sino a miles de jugadores profesionales de fútbol que hay, no solo están los grandes jugadores. En Europa, por ejemplo, hay más de 60.000 jugadores profesionales de fútbol. Jugadores que ganan $1.000 y otros que ganan $2 millones, pero al mes. Pero hay 60.000, hay más de 2.500 clubes profesionales, ¿no? Y las familias, el entorno, todo el mundo que vive de eso, se ve afectado por estas competiciones. Porque estos son vasos comunicantes. El dinero que se genera aquí se va a ir, se lo va a quitar a las ligas, ¿no? Entonces, esas ligas, sus jugadores cobrarán menos. Hay que tener mucho cuidado con las nuevas competiciones. Sobre el papel son bonitas, quedan muy bien, pero hemos construido una industria que tenemos que intentar salvaguardar, ¿no? Otra cosa es que hay que trabajar para que donde el fútbol todavía tiene margen de desarrollo, como puede ser en Egipto, como puede ser en otros países, pero hay que trabajarlo de otra forma. No, esto no desarrolla mejor el fútbol profesional en Egipto.
مع التغيير اللي حدث في نظام كأس العالم للأندية المحتمل، وكتير من لعيبة الصفوة زي ما حضرتك قلت بدأوا يشتكوا من كتر المباريات والتلاحم في المواسم، كمان حدث تغيير في نظام دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد فزادت عدد المباريات. هل هذا التغيير هدفه الأساسي هو زيادة الرعاة والعوائد الاقتصادية، وفي نفس الوقت قد يضر باللعبة ويضر باللاعبين اللي على مستوى التنافس الكبير؟ Vamos a ver, yo entiendo la queja de los jugadores de élite porque tiene una sobrecarga ya de partidos que ponen en riesgo la salud física y la mental. Jugar en alta competición constantemente todo el año en gente joven, en gente, afecta también a la salud mental, ¿no? Pero como he dicho antes, afecta a la estructura general del fútbol, a todas las ligas, sobre todo las ligas europeas, les hace mucho daño, ¿no? Pero ya, yo ya lo vengo diciendo. Esto no quiere decir que nosotros no creamos en que hay que establecer mecanismos de ayudas para que el fútbol crezca en otras zonas del mundo, ¿no? Pero ese no es el camino adecuado. O sea, hay otros caminos que hay que explorar mucho antes que este, porque lo que no se puede hacer es un ecosistema económico deportivo que se ha creado en Europa y en otras partes del mundo pueda ser destruido por un mundial cada cuatro años, ¿no? O por cambios de formatos también, como he dicho, de la Champions League. Es que son muchas cosas. Ahora tenemos también en diciembre una Copa Intercontinental, el 18 de diciembre, que también es nueva. El Mundial de Clubes, cambio de formato de Champions. El Mundial de Selecciones, aumenta de selecciones, ¿no? No cabe todo en el calendario y hay que pensar que las industrias, la Liga, como la Premier League y muchas ligas, hemos crecido durante muchísimos años con un sistema de competición, con 20 clubes, y cambiar eso como consecuencia de esto nos llevaría a que empobreceríamos el fútbol en general. يمكن مؤخرا كثير من لعيبة الكرة المصرية بتتألق في الملاعب الأوروبية، محمد صلاح في الدوري الإنجليزي وعمر مرموش هداف الدوري الألماني حاليا، كثير من التقارير ربطت اسم الاثنين تحديدا ببرشلونة وبعض الأندية في أسبانيا. هل لو حصل وتواجد واحد من الاثنين ده هيزيد من شعبية الدوري الأسباني في مصر وفي المنطقة تحديدا، ورأيك في وجود لعيبة من هذا الورلد كلاس مرة تانية في الليجا بعد انضمام كيليان امبابي؟ Siempre que hay un jugador de un país tiene influencia, ¿no? Y más de los dos jugadores que estamos hablando. Sería, a mí me encantaría que cualquiera de los dos jugadores pudiese jugar en un equipo nuestro de élite de la Liga Española, ¿no? Sin duda son grandes jugadores, son estrellas mundiales y ayuda mucho a un país con tanta pasión. Además, aún ayudaría mucho más porque son jugadores también muy seguidos personalmente por el aficionado egipcio, ¿no? Entonces, sería muy bonito que alguno de estos dos jugadores pudiese recalar en nuestro fútbol en España, en nuestra liga. واحنا بكل تاكيد نتمنى ان اللعيبه المصريه تتالق في الملاعب الاسبانيه، خاصه ان من بعد احتراف احمد حسام ميدو لفتره قصيره مفيش لعيبه مصريين بيلعبوا في لا ليجا. يمكن من المتوقع انتقال لاعب شاب عمر سيد معوض الى ريال بيتيس، فنتمنى. وهل في اسباب او ترشيحات من حضرتك وتوصيات عشان يزيد عدد المحترفين المصريين في الدوري الاسباني؟ Yo casi las recomendaciones las haría a mis clubes, ¿no? En Egipto hay, al haber pasión al fútbol y jugarse tanto al fútbol, aunque tenga que mejorar en algún aspecto organizativo, hay grandes jugadores. Y hay grandes jugadores, y entonces hay que acercar y verlos y darles oportunidades. En España tenemos muy, muy bien estructurada lo que es la pirámide del fútbol, y yo creo que jugadores egipcios hay de nivel y calidad para poder intentar dar el salto y jugar en la Liga Española, ¿no? Por lo tanto, diría que vengan a ver más jugadores egipcios porque existe esa posibilidad. على صعيد لا ليغا او حتى الكلاسيكو اصبحوا براند في العالم كله، ولا ليغا دايما حريصه على مواكبه هذا والحفاظ على البراند. ناس كتير كانت متخيله بعد رحيل نيمار ثم رحيل رونالدو ثم رحيل ميسي ان البراند لا ليغا هيتاثر، لكن ده ما حصلش. لا ليغا محافظه عليها، ما زال الكلاسيكو هو المباراه الاكبر على مستوى العالم والاكثر جماهيريه، وتحديدا السنه دي بعد وصول كيليان امبابي قوه ريال مدريد بالمنافسات الاوروبيه ثم الحاله الفنيه الجيده اللي بيعيشها برشلونه، كلاسيكو ما زال هو المباراه الاكثر جماهيريه. ازاي بتقدروا تحافظوا على قوه البراند تحديدا لا ليغا والكلاسيكو كبراند منفصل؟ Primero porque hay que entender que el jugador es importante, pero no es esencial para hacer una competición.
Lo verdaderamente esencial son los clubes y la propia competición, ¿no? Y así hemos estado trabajando los últimos años, ¿no? Hay que pensar que se fueron Cristiano Ronaldo y Messi y todo el mundo decía que la liga no iba a ser lo mismo. Nosotros trabajamos para que fuese lo mismo, ¿no? Y fue lo mismo, ¿no? Y podemos ver ejemplos, ¿no?, de lo que decimos, ¿no? Cristiano Ronaldo se fue a Italia y la liga italiana no creció de forma exponencial. El PSG, la liga francesa, ha tenido a Messi, a Neymar y a Mbappé y sigue teniendo un nivel, no, a nivel de conocimiento internacional no elevado, ¿no? Y nosotros hemos estado sin tener las grandes estrellas teóricas y hemos estado en el máximo nivel porque hay que trabajar mucho la marca de los clubes, la marca de los equipos, la marca de la competición, es muy importante, ¿no? Y los jugadores apoyan, yo no digo que no, si viniese un jugador egipcio, pues en Egipto, en ese lugar, creceríamos y seríamos más seguidos, pero claro, nosotros somos una liga global, tenemos que intentar estar en todos lados, ¿no? Pero se ha visto ahora con la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, ¿no?, donde nuestra selección nacional de la Eurocopa, de los 25 jugadores, 21 juegan en nuestra liga, ¿no? O sea, eso demuestra que tenemos las estrellas en nuestra propia casa, ¿no? Lamine Yamal, Iñaki Williams, Zubimendi, Mikel Merino. Pero entonces, y además no solo de los grandes clubes, sino jugadores del Athletic Club, de la Real Sociedad. Entonces, hay que trabajar mucho en ese concepto, no empeñarnos en que con los jugadores vamos a crecer mucho. Yo solo lo explico mucho a los saudíes, que está muy bien fichar, pero no es el único camino para crecer como competición. Tiene que ir acompañado de otros aspectos de gestión, de trabajo en redes sociales, de crecimiento audiovisual, de mejor. Porque tú puedes tener unos grandes jugadores, pero si no tienes marca de equipos, competición, y eso hay que trabajarla y crearla, no te va a servir mucho tener buenos jugadores. بالتعليق على كلام حضرتك بالنظر لكل الجوانب بالتأكيد رؤية لليجا هي مش يعني تعتبر خبرة متكاملة للكل وما زالت في حالة تطوير استخدامكم للبيانات واستخدام الإحصائيات الانستنت اللي بتحصل ساعة المباريات واستخدامها دايما بيضفي متعة كبيرة جدا لمشاهدي لليجا فبتخليهم مرتبطين أكتر بالاستخدام حتى على العوائد بيتم بيع العوائد بنتفرج على تعليمات المدربين أثناء الكولينج بريك فالحقيقة هو المشاهدة بالتجربة كاملة تجربة كاملة إزاي بتعمل على تطوير هذا المنتج دايما فيما ينعكس على بيع حقوق البث وينعكس على زيادة الرعاة والمبالغ الاقتصادية لداخل الأندية ولليجا بكل تأكيد. Bueno, nosotros estamos obsesionados con que la información y la retransmisión deportiva para los aficionados sea lo mejor y lo más interactiva posible. Vivimos una época ya que es muy importante que hay mucha población que quiere ver estadísticas, que quiere ver más. Quieren ver el partido, lógicamente, que es lo más importante, pero quieren llegar más lejos, ¿no? Quieren ver esas instrucciones, quieren ver esos vestuarios, quieren ver sudar de cerca a los jugadores, quieren ver desde otras posiciones de cámara los partidos, con las cámaras aéreas, que tienen muchísimo juego para ver el fútbol desde muchas posiciones, quieren ver el entrenador dando las instrucciones o enfadándose, quieren ver lo que le dice el árbitro a los jugadores. Cada día hay que avanzar más en esa interactividad, porque además la tecnología lo permite, el espectador, el aficionado lo exige, y eso lo que, si tú lo haces, no quitas recursos a esas inversiones, pues los patrocinadores también te van a venir, porque tendrás más aficionados, tendrás más interactuación, que es lo que buscan ahora los patrocinadores, que ya no es como antes, que solo buscaban la exposición, ahora buscan datos, buscan formas de poner su clip en la red social, se necesita. Por eso somos unos muy obsesionados con esta cuestión. فيما يتعلق ببرشلونة والوضع الاقتصادي لنادي برشلونة بعد معاناة في الفترات اللي فاتت في شراء اللاعبين وقيد اللاعبين برشلونة أتم صفقة كبيرة مع واحدة من الشركات الراعية ليه هل ده هيتم تحسين الوضع الاقتصادي لبرشلونة ومن الوارد ان هم يعودوا مرة أخرى لفكرة الواحد لواحد ويقدروا يأيدوا لاعبتهم بحرية مما ينعكس على قوة الفريق وينعكس على قوة الدوري الأسباني بالتأكيد Bueno, nosotros tenemos primero
una prioridad de sostenibilidad de los clubes. El Barcelona, es verdad, ha hecho un acuerdo muy importante con Nike. Todavía le falta un poco para llegar a la norma 1-1, porque hay que pensar que son acuerdos de muchos años y aquí hay que ver lo que cada año le toca, ¿no? Pero bueno, a lo mejor el Barcelona está en una mucho mejor situación económica que el año pasado y que el año anterior. Han hecho un esfuerzo importantísimo por adecuar su masa salarial a su nivel de ingresos. Ahí en eso hay que felicitar al equipo dirigente del FC Barcelona. Le queda el último sprint y esperemos que ese sprint lo hagan cuanto antes, porque bueno, beneficiará al fútbol en general, pero también a veces estas cuestiones, hay un refrán español que dice que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y esta situación del Barça ha hecho aparecer muchos jugadores de la Masía que a lo mejor no hubiesen llegado o no hubiesen tardado en llegar y que están haciendo disfrutar al público del mundo de un juego excepcional, ¿no? Lamine Yamal hubiese jugado tanto si no hubiese estado el Barcelona en esta situación, o Casado, o hubiese sido, ¿no? Ya Pedri ya estaba consagrado, pero bueno, son jugadores de 20 años, o Gavi. A veces el fútbol apuesta muchas veces por gente más consagrada y a lo mejor esta nos ha dado a conocer a un Cubarsí también, ¿no? Que entonces, no hay mal que por bien no venga, como dice el refrán español, ¿no? هذا المثل الاسباني في مثل مصري زيه بيتقال عليه رب ضرة نافعة، ان شيء سيء بيقودنا الى شيء افضل زي ما حضرتك تفضلت وقلت، بالاضافه الى بيرنال، بالاضافه بكثير للعيبه من الموجوده، يعني كوبارسي عدد كبير من اللعيبه الموهوبه في برشلونه بكل تاكيد. كوبارسي ده impensable que jugase la temporada pasada de titular en el FC Barcelona, ¿no? Pero ya jugando unos cuantos partidos la temporada pasada, ya está en la selección nacional también, ¿no? O sea que demuestra que a veces hay que dar muchas oportunidades, que son decisiones de riesgo, pero bueno, esta vez casi ha venido forzada por esa situación del fair play financiero del FC Barcelona y han hecho aparecer estas figuras, ¿no? ازاي حضرتك بتشوف في الدوري الاسباني تكرار بعض المشاهد العنصريه مع كثير من اللاعبين يعني واللعيبه معينه طول الوقت، وازاي لا ليجا بتحاول مكافحه الاجراءات العنصريه وان هي تمنع ده في جميع الملاعب الاسبانيه؟ Aquí hay que hacer un poco la historia del tiempo, ¿no? Hace 15 años en España los gritos racistas eran a veces coreados en el estadio, ¿no? Eso luchamos mucho ya contra eso. Yo me empeñé muchísimo personalmente. Lo que ahora tenemos es un fenómeno más puntual de un aficionado, dos aficionados haciendo gritos racistas. Nosotros luchamos esto desde varios aspectos. Uno es el comunicativo, tenemos unas campañas versus contra el racismo constantemente, pero también desde un ámbito legal. O sea, nosotros a cualquier grito racista identificamos al que ha efectuado el grito y lo denunciamos. Y ya tenemos condenas de cárcel contra algunos de ellos, ¿no? Y ahora tenemos un fenómeno que está ocurriendo interesante, yo creo que desde el caso de Vinicius en Valencia, que ahora los aficionados, cuando hay un grito racista, señalan al aficionado que ha hecho el grito racista para que se lo lleven del campo y se lo lleven, lo detengan y tenga la correspondiente sanción, ¿no? Esto es un fenómeno que viene ocurriendo desde hace 2 años, incluso como la época lo de Vinicius en Valencia, y ya nos ha ocurrido este año en un partido, este fin de semana en un partido de nuestra segunda división, hubo un grito racista y denunciaron los aficionados. O sea, en otros lugares, de forma anónima, nos llegan vídeos del aficionado de al lado que está denunciando, y nosotros los podemos identificar con nuestros sistemas de cámara. Entonces, denunciamos, dura legal hasta acabar con condenas, y campañas de comunicación muy importantes para que haya menos. Ahora parece que hay más porque denunciamos mucho más que antes, porque antes el grito individual no era muy difícil averiguarlo. Como ahora trabajamos para también erradicar ese grito individual, pues parece que hay más denuncias, ¿no? Pero antes era porque no las identificábamos. مؤخرا فوز رودري بالكرة الذهبية بعد أداء موسم كبير مع المنتخب الأسباني ومانشستر سيتي وخسارة فينيسيوس جونيور للقب وردود أفعال من ريال مدريد وعدم الذهاب لحفل البالون دور، هل رأيت أن ده قد يكون رد فعل مبالغ فيه من ريال مدريد فيما يتعلق بخسارة فينيسيوس جونيور؟ Sí, sin duda.
Yo creo que una característica del Real Madrid en toda su historia ha sido la caballerosidad, ¿no? Y el propio himno del Real Madrid dice que tiende la mano cuando pierde, ¿no? Pues bueno, me hubiese gustado que Vinicius fuese Balón de Oro y lo decía públicamente, ¿no? Y yo creía que iba a ser Balón de Oro. Pero el hecho de no haber sido designado Balón de Oro, y como se ha visto, por muy poca puntuación, le ha faltado muy poco para ser Balón de Oro, el Real Madrid tenía que haber tenido otra conducta, porque además hubo otros premios. Ancelotti se llevó al mejor entrenador, el Real Madrid al mejor club del mundo del fútbol. Y اخيرا مما يتعلق بقضيه برشلونه ونجريرا، ما زالت الامور والسير القضائي شغال، راي حضرتك في القضيه وايه اللي ممكن تقول لي، وهل ممكن من الوارد ان يتم معاقبه برشلونه بهذه القضيه؟ En el ámbito deportivo, por desgracia, está prescrito, porque en España los tres años prescriben las infracciones muy graves deportivas. En el ámbito judicial no, y nosotros estamos personados como acusación particular. De hecho, fuimos los que pusimos la primera denuncia ante la Fiscalía en Barcelona, ¿no? Aún queda un trámite judicial, pero lo que es claro es que el Barcelona no compraba árbitros, por lo menos yo no veo que vaya a salir, y estoy muy encima del procedimiento. El Barcelona lo que pretendía era influir en la designación de los árbitros, pero no de los partidos, sino de los que ascienden y descienden de categoría, ¿no? Esa conducta es punible. ¿Es de la misma gravedad que comprar árbitros? Evidentemente no. ¿Es de la misma gravedad que intentar designar los árbitros para un partido, como el caso Moggi en Italia en su día? No. Es de mucha menos gravedad, pero es punible y sancionable en el ámbito penal donde se está, va a haber. Por lo tanto, vamos a ver la justicia qué nivel de sanción le impone al FC Barcelona. Pero tenemos que saber diferenciar muy bien que una conducta de intentar influir en el mundo del arbitraje no puede ser igual de punible comprar, designar para el partido, que intentar en los ascensos y descensos influir en el arbitraje. No puede ser la misma. سيد خفير تباس، رئيس رابطة الدوري الأسباني لليغا، سعداء جدا بوجود حضرتك معانا، بنشكرك شكرا جزيلا على وقتك، شكرا لحضراتكم، وإلى أن نلتقي، لكم مني كل التحية. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، وده كان حوارنا الخاص والحصري مع السيد خفير تباس رئيس رابطه لا ليغا، واللي اتشرفت الحقيقه باجراء هذا اللقاء والمقابله مع هذا الرجل الاستثنائي، راجل يعني الحقيقه اتمنى اكون وفقت اولا ان احنا نساله معظم الاسئله الموجوده واللي بتدور في عقل اي مشجع مهتم بالكره العالميه والاسبانيه والكره المصريه بكل تاكيد، والراجل الحقيقه جاوب على كل اسئلتنا باستفاضه، واعتقد ان ادانا اجابات مهمه جدا، عشان كده هيكون منورني دلوقتي الزميل العزيز احمد عطا والمحلل الفني الاون تايم سبورتس، وواحد من اهم الناس اللي بيتكلموا في الدوري الاسباني تحديدا، عشان نعرف منه رايه فيما صرح به السيد خفير تباس. عطا، مساء الفل والجمال. مساء الفل يا اسلام، اخبارك ايه؟ تمام، كله بخير؟ كله تمام الحمد لله. اولا عايز اعرف منك انطباعك، طبعا اجتماع رابط الانديه العالميه، وجود شخصيه بحجم خفير تباس بمصر بكل تاكيد، وهذا اللقاء مع اون تايم سبورتس، شايف ازاي اجابات الراجل في المجمل؟ شايف ازاي وانت تعرف شخصيه خفير تباس جيدا؟ هو الاول حوار رائع وانجاز ممتاز منك ومن قناه اون تايم سبورتس ومن الشركه المتحده، والتجمع والتظاهر دي كلها انجاز. انا في رايي حاجه كويسه قوي نستفيد من خبرات الناس دي، احنا مش مجرد بقى بيطلع ممثل عن رابطه الانديه يروح يتكلم مع ناس، لا احنا جبنا الناس كلها عشان نقعد نتكلم معاهم ونستفيد منهم، واتمنى نكون وصلنا لاقصى استفاده لان ده كلام مهم قوي. خفير تباس هو راجل مثير للجدل، راجل ذو شخصيه طاغيه وتصريحاته دايما بتكسر الدنيا، وخناقته مع فلورنتينو بيريز واحيانا مع برشلونه وقصه لعب المال النظيف، لكن في النهايه نرجع ونقول اي حد عارف تاريخ الليجا في اخر على الاقل اخر 20 سنه كان عارف ان لولا الراجل ده رغم ما كل يثار عنه لكن كانت الليجا رايحه في مكان لا يتمناه احد للليجا يعني. لا، الراجل عد المسار بشكل كبير جدا وفرق كتير بحاجات ممكن نتكلم عنها، يعني اهمها يعني ان هو استفاد من تجربه البريمير ليج. بريمير ليج اول ناس بداوا ان هم يبيعوا الدوري كدوري، مش بيبيعوا احنا عندنا نادي ولا اتنين جامدين ولا ثلاث انديه، وحتى بيسوقوا وهم بيسوقوا للدوري كان حتى بيركزوا على الانديه الكبيره، كان الاول كان البيج فور وبعد كده دلوقتي بيج 6،
ممكن نركز على انديه كبيره، لكن دايما تبيع الدوري كدوري. فالليجا بدات تتحول للمسار ده منذ وصول خفير تباس، او حتى على الاقل تقديم من 2016 17 بدات بعد 3 أو 4 سنين من توليه. بالظبط، هو مسك الليجا من 2013، لكن تحولت بشكل كبير، ما بقاش دوري ريال وبارسا على الاقل بالنسبه لهم. لو الناس لسه مقتنعه بكده ممكن طبعا نفهم ان ريال وبارسا قوه ساحقه على مستوى العالم، ومش امر سهل ان انت تغير القناعه دي، لكن في حاجات كتير اتغيرت. ابرز مثال عليها مثلا موضوع حقوق البث اختلفت خالص في الليجا. قبل كده الليجا كانت مجرد الريال والبارس بياخدوا البيج تشانك يعني، او القطعه الكبرى يعني في الحقوق، وبيسيب الفتات للباقي. دلوقتي لا، تيباس عمل انجاز كبير ان هو اقنع ريال والبارسا انه يا جماعه انتوا القطع الكبيره بتاعتكم دي هتفضل موجوده. صح. لو ركزتوا بس معانا وبعتوا، وده برضه عايزين نتعلم منه في مصر. لو احنا بنتكلم على التجارب، احنا ريال اهلي والزمالك قوه كبيره جدا في الدوري المصري، ممكن جدا تستمر بنفس مكاسبك دي بالبيع الجماعي، بس هتظهر معانا سنتين ثلاثة كده. هنبدأ بس نفوق مع بعض عشان خاطر الأندية اللي هي غير الأهلي والزمالك تستفيد ماديا، بالتالي تبقى قوية، بالتالي بحجم منافسة كبير في الدوري. القصة مش قصة مصلحتي الشخصية، أو حتى وانت بتصدر لهم ان المصلحة العامة، لا، انت مصلحتك الشخصيه تحقق من خلال البيع ده. هو الحقيقه نجح في ده جدا زي ما انت بتقول، ويمكن حتى لما كنت بتكلم معاه عن الليجا كبراند، قال لك احنا مش بنبص بس على ريال مدريد وبرشلونه، حتى الناس الممثلين بتاعنا في الدول في مصر مش بيتكلم على ريال مدريد وبرشلونه، واتكلم عن كل الانديه. وده حاجه كويسه جدا ان الانديه كلها تحس ان الرابطه هي مسؤوله عنهم بالكل بالتساوي يعني. لكن خليني اسالك عن حاجه مهمه. الراجل اتكلم لما سالته عن عمر مرموش ومحمد صلاح تحديدا، تصريحه كان واضح وصريح، اتمنى تواجد الاثنين او على الاقل واحد منهم في فريق كبير في برشلونه. اعتقد قوه الاثنين اللي بيقدموه، اداء صلاح اللي طبعا على مدار السنوات والاداء الاستثنائي لعمر تحديدا السنه دي، بيشجع فعلا فرق زي برشلونه ان هي دايما التقارير تربطهم. ايه رايك في الخطوه دي؟ ايه رايك في تصريحات تباس كمان؟ طيب خلينا نقول ان كل الدوريات الاوروبيه دلوقتي بقت عارفه كويس قوي ان لما تجيب لاعب من دوله كبيره على تعداد السكان، ده بتبقى خطوه كبيره جدا لاي نادي بيضم اللاعب ده. صح. فهتلاقي مثلا يعني وانت بتتفرج كده على مثلا حجم متابعين السوشيال ميديا، هتلاقي مثلا نادي او ناديين كبار مثلا لو في الليجا ريال بارسا، لو اي لاعب مثلا جه من اليابان لنادي متوسط هيبقى اعلى بكتير من انديه ثانيه، من اتلتيكو وفالنسيا واشبيليه. هتلاقي نادي مثلا ممكن يلعب في ليجانس، هتلاقي ليجانس حجم المتابعه فيه كبير. ما بالك بقى بلعيبه ثقيله طبعا، تتكلم على لعيبه وورد كلاس زي محمد صلاح وعمر مرموش ينضموا لبرشلونه، ده هيكون حاجه عظيمه جدا طبعًا. برشلونه اللي هو يعني حاجه عملاقه جدا، هيزداد يعني عملاقه. صح. عارف انت انجاز التعبير يعني. لا طبعا بوستنج رهيب جدا للنادي، وحجم المتابعه وحجم وعدد المشجعين، واستدامه كبيره ان انت تحافظ على. عايزين نقول حاجه، ان احنا في النهايه حجم المشجعين للبارسا ولا الريال هم كبير جدا. صح. لكن في طائفه من الناس اللي هي اللي موجوده مع ليفربول دلوقتي ما كانتش بتتفرج على بطوله اوروبيه اصلا، بس بتشجع عشان محمد صلاح. شجع محمد صلاح دلوقتي ليفربول بقى عنده حجم. صح. مشجعين كبير جدا ما كانوش بيشجعوا ليفربول قبل كده. في ناس كتيره ممكن تروح للسكه دي. عزيز. فطبعا ده حاجه كويسه جدا ومهمه جدا. بس الحته كمان اللي بقول لك عليها بخصوص اللي هو التوزيع الاهتمام بالليجا كلها، انا اشتغلت مع الناس في الليجا وكنت عارف قد ايه اهتمام القصه دي، وحتى واحنا بنتعاون دايما تركيز احمد عايزين احنا نتكلم على اللعيبه والنجوم اللي في الانديه الاخرى، عشان يحصل ايه بقى، المشاهد يرتبط وهو بيفتح ماتش عشوائي في الليجا مش ريال والبارسا، يبقى عارف اللعيب ده، عارف النادي ده، فالاويرنس ده هم مركزين عليه جدا في المنطقه العربيه. طيب دلوقتي فيما يتعلق بالبالون دور، هو قال كلام واضح وصريح عن ريال مدريد ورد فعل ريال مدريد، وقال ان رد فعل مبالغ فيه الحقيقه. شايف ازاي التصريح ده، خاصه على خلفيه حديثه والمشاكل اللي بينه بالفرونتينو بيريز تحديدا، وطلع انتقد ريال مدريد، واعتقد انا بشوف ان الانتقاد في محله الحقيقه يعني. طبعا هو الموضوع شائك جدا. خلي بالك انت بتتكلم على لاعب اسباني اللي هو رودري. مظبوط. فالعمليه كانت صعبه، وبعدين برضو احنا لو تلاحظ عايزين برضو نتعلم من الناس كده، هو في النهايه هو يهمه الليجا رغم ان اللاعب اللي فاز بيها اسباني. صح. فهو حتى هو انتقد ريال مدريد، بس انتقده عشم يعني. ايه، احنا متعودين من ريال مدريد. صح. الشهامه، متعودين من ريال مدريد ان هو نادي كبير يتصرف كالكبار، لكن هو من جواه كان يحب فينيسيوس يفوز بال بالظبط. فهو يعني هو بيقول كده، كان الفكره انه هو ده يضيف للليجا، لانه الليجا منذ رحيل ميسي ورونالدو بقى الموضوع فكره ان هو حد يفوز بالكره الذهبيه لسه بعيد، بس ما بقاش بعيد دلوقتي. عندك فينيسيوس، عندك لامين يامال. طبعا. وكمان ساعد الموضوع ده في اليورو كمان، فوز باسبانيا باليورو، لكن هي جت مع رودري. في مره جايه هتلاقيها مع مبابي، تلاقيها مع فينيسيوس، تلاقيها مع لعيب من برشلونه. فكل حاجه بتزيد بتضيف للليجا يعني. صح. سواء نجاح نادي او نجاح لاعب، يعني هما تركزوا على القصه دي. فانا هو يهمه جدا ان لعيب من الليجا يرجع تاني يفوز بالكره الذهبيه، لان ده مهم.
طيب كان بيتكلم على قصه البراند والكلاسيكو، وكان يتكلم على جزء مهم جدا فيما يتعلق بالبث وجودته، فكره الاحصائيات والاستاتستيك اللي بتطلع على طول دي، لدرجه ان الكولينج بريك السنه اللي فاتت كانت بتتباع وانت بتسمع التصريحات وفي الاخر بيطلع معلن عليها. فهم مهتمين بكل التفاصيل دي عشان يزودوا الموارد بتاعتهم. هم الليجا اصلا كانوا سابقين، رغم ان البريمير ليج كانت سبب حاجه كتيره، بس الليجا كانوا سابقين في السوبر فلاش انترفيو اللي هو ما بين الشوطين او بعد الماتش اللي هو في وسط الملعب، صح. اللي احنا كنا بنعملها كاميرا في الملعب زمان. ايوه بالظبط، اللعيب هو طالع لسه بينهج، لسه ما دخلش اوضه اللبس بيتكلم. دي حقيقه. فهم بقى بداوا يبيعوا حاجات زي ما انت قلتها، كولينج بريك، حاجات كتيره، تعليمات المدرب والقصص دي. انا ازيدك من الشعر بيتا كمان في موضوع الاخراج. هم طبعا تطوروا بشكل حتى بشهاده محب البريمير ليج، اللي هم ممكن جدا يبقوا ممعنين ومستغرقين في البريمير ليج، دايما يفتح يقول لك واحنا بنتفرج على البريمير ليج، لا نقله تلفزيوني مختلف. وهزودك كمان بقى وانا بقول لك زيدك في الشعر بيتا، انه الاحصائيات والجرافيكس العاليه جدا اللي بتعملها ليجا دلوقتي، لا هم ما اكتفوش بان هم يتعاملوا مع احدى الشركات الامريكيه في القصه دي، لا كونوا. وانا كنت في زياره مدريد في 2022 شفت يعني الكلام ده وكنت منبهر. الناس راحت عملت شركه، ليجا كونت شركه، ليجا دي شركه دلوقتي، مزبوط. شركه يعني مساهمه اسبانيه بقى. عملوا شركه تانية ان هم يطوروا جرافيكس خاص بيهم واستاتستكس خاصه بيهم واحصائيات خاصه بيهم عشان يبيعوها لحاجات تانية مثلا من ضمنها رياضات اخرى يعني. رياضات اخرى وكمان لدورات اخرى، دورات صغيره اخرى. لا هم دلوقتي مثلا مستحوذين على بطولات البادل، لو الناس دلوقتي عارفه لعبه البادل بدات تنتشر بشكل كبير، بطولات البادل دي انتاج للليجا. فلا هم مش هم كل سعي لحاجه تطلع فلوس هتلاقيهم شغالين عليها بشكل احترافي، ولا بقى مركزين على طبعا اكيد في هيحصل انتقادات من الانديه والريال والبارسا والانحيازات ومش عارف، لا بس هم عندهم ناس عمليه بروفيشنال بتشتغل على ازاي تطلع كل ما بيزوس بقى اسباني ولا ايه، لكن يورو طبعا تطلع كل يورو عشان خاطر يفيد الليجا بيعود على الانديه، ولدرجه ان هم بقى يفيدوا الانديه الدرجه الثانيه وليهم حصه من العوائد البث بالمنافسه. خليني اسالك برضو عما يتعلق اللعيبه المصريين وعدد اللعيبه القليل جدا من بعد ميدو، كان في عمرو طارق لفتره، ان شاء الله عمر سيد معوض، هو قال ان اللعيبه المصريين لعيبه كويسه نحب نشوفها عندنا، رايك ايه في ظاهره عدم وجود محترفين مصريين في الليجا؟ بص هو يعني مفيش سبب واضح، بس انا عندي نظريه اتمنى اللعيبه المصريين يكسروها، يعني اتمنى اطلع غلط. الليجا واحط الكالتشو معاه، هم اكتر دوريين فيهم يعني احتياج للوعي التكتيكي بشكل كبير، واللعب مش حد هيقع تحت ضغط. احنا كتير جدا بنشوف لعيبه بنكون حاسين ان هم يلعبوا في اماكن عاليه قوي، لما يطلعوا لاوروبا بنحس ان هو المستوى اقل، لان هو ما اتحطش في منافسه تحت ضغط كبير. مش بقول ضغط المنافسه، ضغط الملعب، ازاي تلعب في مساحه ضيقه، ازاي تستقبل الكره بشكل ممتاز تحت ضغط، القصص دي. فاحنا عندنا نقص كبير، احنا عندنا لعيبه انت اسلام سيدي عارفين يعني الناشئين كتير جدا طفش فكره الخروج بالكره دي، احنا لسه دلوقتي بنحاول نتحرك فيها، بل في منتقدين كبار جدا بيتكلموا على الموضوع ده، زي ما فكره زمان كانوا بيتكلموا مثلا ينتقدوا اللعب ب 4-4-2 بدل ما كان زمان ليبرو. احنا لازم نفهم ان الدنيا بتتطور، لازم نسير الموضوع. فاللعيب المصري للاسف محتاج شويه، محتاج خطوه قبل ما يوصل لمستوى بتاع الليجا. هو بيلعب ممكن يروح البريمير ليج اللي هو ممكن كدوري اقوى، لكن في ظروف معينه اللعيب المصري ما اتعودش عليها في مصر تخليه يروح الليجا يلعب وهو مرتاح. اتمنى الموضوع ده يكون متغير، اتمنى انه التطور الى حد ما البطيء اتمنى يبقى اسرع في الدوري المصري او في قطاعات الناشئين، يكون لعيبه متهيئه ان هي تلعب باسلوب اللعب ده، لان احنا كده مهم بنخسر دوري مهم، لازم نشوف فيه لعيبه مصريين عشان خاطر دي الدوريات دي احنا اكتر حاجه بنبقى دايما بنتكلم عنها في الدوري في المنتخب المصري ومزعلين منها ايه؟ لعيبه خط الوسط ازاي انا مش عارفه تطلع بالكوره وتهيئ وتنقل اللعب والكلام ده، صح. عايزين النوعيه دي من اللاعبين. الليجا اكتر دوري هتلاقي فيه لعيب الارتكاز من عينه رودي بس بجوده اقل، دايما مش هيتخلوا عليه بالظبط، حتى في الانديه الصغيره اقصد، يعني هتلاقي باريخو، هتلاقي مش عارف كارفاليو، بيتيس، هتلاقي اللعيبه دي كلها طبعا ميرينو بالظبط كده. فاللعيبه دي مهمه جدا ان انت او زوبيمندي طبعا، فالنوعيه دي ما لا يمكن تتخلى عنها في الليج. ليه؟ لان هو خط الوسط ده مهم جدا يكون لعيب عنده القدرات دي. نتمنى لعيبه الدوري المصري تكون قادره ان هي تكون اهل الليجا، لان هيكون دوري مهم جدا بالنسبه لها. صديقي العزيز احمد عطا، انا بشكرك شكرا جزيلا، نورت وشرفت، ربنا يخليك. متشكر جدا اسلام، وانا مبسوط جدا من اللقاء بتاعك، انجاز رائع، ونتمنى دايما نشوف اللقاءات دي على شاشه اون تايم سبورتس يعني. يا رب ان شاء الله. وبكده نكون وصلنا لنهايه التغطيه الخاصه للقاء السيد خافيير تيباس رئيس رابطه الدوري الاسباني في لقاء حصري وخاص لاون تايم سبورتس. يا رب نكون قدرنا نقدم حوار ممتع ومفيد يليق بكل مشاهدي ومتابعي قنوات اون تايم سبورتس، والى ان نلتقي، لكم مني كل التحيه.